السلام عليكم. اليوم إن شاء الله تعالى رح نعمل لكم حلويات القرع اللي هو البامبكن. بدنا كيلو قرع من زيح البذر اللي جوا ومنقشره وبنبرشه، أو إذا بتحبي على الماكينة الكهرباء تفرميه بحيث إنه يصير بالشكل هذا. رح نبرشه بالطريقة هاي هيك قدامكم، حتى ننتهي من الكمية هاي كلياتها. هاي أول خطوة بنعملها، بنجيب القرع، بنفضي البذر، بنزيح القشر، بنبرشه، وبعدين بورجيكم هلأ الخطوات الثانية ورح تشوفوا أذكى حلويات مفيدة جدا ولذيذة لإلكم ولأولادكم. هلا رح نحط تقريبا 3 ملاعق من السمنة، حطينا تقريبا 4 معالق من السمنة. طبعا السمنة لازم تكون سمنة بلدية أو سمن حيواني، أنا بحب سمن الأصيل الحيواني، أو ممكن 5 بقرات بدك إياه. بنحط هلأ القرع المبروش فوق السمنة وبنتركه يطبخ على هداته على نار هادية. رح نتركه ورح نوطي النار عليه ونتركه على نار هادية عبين ما يستوي. طبعا هينا طبخنا القرع مع السمن البلدي، ولما يصير هيك السمن البلدي يطلع فقاعات زي هيك بيكون انفصل السمن عن القرع فبيكون استوى القرع. في المرحلة هاي هلأ رح نشيل القرع، تمام، بتفكير نشيل القرع ونخلي السمن البلدي علشان نحمص فيه السميد. عشان نحمص فيه رح نحط كوب من السميد ونحمصه بالسمن البلدي اللي موجود هون بعد ما نشيل القرع. رح نستخدم كوب من السميد الناعم ونحمصه بنفس السمنة اللي قلينا فيها، نفس السمنة هاي، شايفين كيف السمنة هون، نفس السمنة اللي قلينا فيها القرع الأصفر. هاي حطينا السميد وحطينا فوق السمنة اللي زليناها من القرع، رح نضلنا نحركه عبين ما يصير لونه شوي هيك مائل للبني. رح نضلنا نحركه عبين ما يصير لونه مائل للبني. السميد هينا بعد ما حمصناه رح نديره على البامبكن، على القرع الأصفر. ورح نتركه يتطبخ. رح نضيف فنجان من السكر ونتركهم يتطبخوا لمدة تقريبا 10 دقائق على نار هادية. بالمناسبة القرع لما حطيناه مع السمنة البلدية بالبداية ما غطيناه، ما لازم تغطيه، لازم تخليه يستوي عشان ما يصير يزلزل مي من البخار، يستوي عدم ما ينفصل عن السمنة. طبعا هلأ
عندنا هون المكسرات، دراي ناتس جافة، لوز، فستق حلبي، بندق، كاجو، اي شيء انت بدك اياه بتحبي تضيفيه راح نضيفه فوق السويت اللي عملناه البامكن مع السميد. لما توصل مرحلة انه السمن هيك يطلع زي البابلز فقاعات بيكون خلص البامكن مع السميد استوى. بنضيف له بهالمرحلة هاي المكسرات، نتركه لمدة 5 دقايق يتطبخ هو والمكسرات. طبعا الريحة اشي مش طبيعي، حلويات صحية اهم شي بالموضوع. خلينا شوي هيك ناكل اشي صحي، نتركها لمدة 5 دقايق يتطبخوا مع بعضهم.